يلا بشوفك المسا. انتي رايحة على المشفى ولا لا؟ لا، أخدت إجازة كم يوم، قلت مشان أبقى مع كومرو ومشان خلص التجهيزات. ايه ممتاز، وانتي كمان لازم تريحي، ما بدي اياكي تتعبي حالك. ما بظن إنه رح أتعب، فخرية شايلة كل الحمل ومتحمسة أكتر مني ومنك. من الصبح طلعت على السوق لتجيب كم غرف، قال هي بتجيب لي شو ما بدي، ما بدها أتعب. يلا منيح، أصلاً ما بقي وقت كتير. إيه صح، يلا هانت. ناطر اليوم. انتبهي على حالك. ناري، كتير فرحت انه ما اجلتوا العرس مشاني. لازم يكون كل شي ضابط بهذا اليوم. إن شاء الله رح يكون هيك، أهم شي إنك أنتي بخير، وفرحتي رح تكمل لما أشوفك منيحة وعم تضحكي. إن شاء الله خير، بس أنا مشكلتي ما بظن إنه إلها حل. أختي، أنا مشكلتي مع أم أنانية. أنتي صار عندك أخت، ما رح تسمح لحدا يضايقك بكلمة. هي أكيد حاسة بغلطة بس ما بدها تعترف فيه، حتى ما إلا عين تحكي معي. مو شايفة؟ من الصبح وهي ما لمبينة. هل طلعت تتمشى؟ انسي، ما بدي وجع لك راسك بمشاكلنا، رح أطلع حاولنا. لا لا تقولي هيك، إمتى ما بدك منقعد ومنحكي. طلعي ارتاحي، وإذا احتجتي شي ناديلي، بدي أقعد أشرب قهوة. هذا مانو فستانك، ما بحق لك تفرحي وتلبسي هذا الفستان. ما رح خليكي تعيشي هاللحظة، لا تحلمي. ما رح خليكي تشفقي علي. قال زعلانة لأن عاشت بلا أم. ليش انتي شو ناقصك؟ كمان وبيت مثل القصر وشغل منيح. عم تشفقي علي كل الوقت؟ أنا ماني بحاجة شفقتك. النار اللي شاحلة جواتي رح تحرق فرحتك. ما فيكي أنت تفرحي وتاخدي كل شي وأنا أطلع برا. أهلين. دقيت لأسمع صوتك. إيه لسه هلأ رحت. إيه وإذا؟ اشتقتلك ومو مصدق ما ترجع. لهي حالك بالشغل، بيقوم بيمرق النهار بسرعة وبترجع على البيت. أول شي فكرت إني ما أطلع وأشتغل من البيت، بس بعدين ما زبطت.
لأني عم حاول إني أقضي شغل قبل العرس مشان بعد العرس يكون كل وقتي لألك. أنت لساتك معي؟ أي معك. ليكي هلأ رح بعتلك شغلة شوفيها. صور لأماكن ممكن نروح عليها بعد العرس، اعملي نظرة وقليلي أي أكتر شي عجبك لنقرر سوا. خلص اختار أنت، أنا ما بتفرق معي. ما بقبل، كل شي لازم يكون على ذوقك. استنى لك، معناها رح أطلع أجيب التاب ومنشوفهم سوا. لا ما عطلتني، أنا تحت عم بعمل قهوة. بياخد العقل وقياسه ظابط كمان، كتير ظابط كأنه مفصل لإلي عن جد. يا الله شو حلو. وانت كمان عجبك كمان؟ بعرف انه رح يعجبك، انا بعرف انك بتشوفني حلوة كتير. انا طبعا لازم خلد هاي اللحظة. وأنا متحمسة كتير. لا كمال أكيد ما رح تزبط. كيف يعني بدنا نقرب موعد الزواج؟ أي نحن على هذا الموعد ويا دوب ملحقين التحضيرات. أنا ما كان بدي يصير هيك، ما كنت قصدها. لا 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 لا، شو أعمل؟ ما كان بدي إياها توقع. هه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 ه